الجنرال مظلوم كوبان، الشخصية العسكرية الثورية ذو الكرازمة المتألقة، هي أحد السجل الوطني السوري في التاريخ المعاصر بشخصيات ثورية كردية عديدة لعبت دورا مشرفا إلى جانب أخواتهم من بقية المكونات في الدفاع عن سوريا في وجه المحتلين. إذا كان صاحب إطلاق أول رصاصة ضد الفرنسيين عام 1918 هو الكردي محمد بوشاشو، هو قائد ثورة الشمال ومؤسس حكومتها المحررة عام 1919 حتى عام 1921، هو الثائر القانوني إبراهيم هنان، هو قائد أول معركة في وجه جحافل الفرنسيين القادمين من لبنان بقيادة الجنرال غورو الاحتلال سوريا عام 1920. في ميسلون هو وزير الدفاع السوري الشهيد يوسف العظم، وقائد ثورة حماة عام 1925، وما تلاها من فترة قيادية للمتطوعين السوريين في الثورة الفلسطينية الكبرى هو فوزي قاوقجي وأحمد براوي وطوشة عمودة، حيث المناضل سعيد آغا الدقوري ورفاقه، وكذلك معركة بياندور وغيرها، فالأمثلة كثيرة. أما الآن قائد قوات سوريا الديمقراطية الثائر الوطني صاحب الكرازمة الجديدة المتألقة في ثورة رجافة شمال سوريا عام 2011 الجنرال مظلوم كوباني. يعرف هذا الجنرال الثوري باسم مظلوم عبده وأحيانا باسم شاهين جيلو، ولكن اسمه الحقيقي هو فرهاد عبد شاهين، من مواليد عام 1967 في قرية حلنج التابعة لمدينة كوبان البطلة. عايش الجنرال شعور القومي الكردي منذ شبابه، ومارس النضال السياسي الذي كان سبباً في اعتقاله لمرات عديدة. أما عند قيام الثورة في رجافة في شمال سوريا، خرط بجدارة فائقة في صفوف الثوار، وخاصة عند تشكيل وحدات الحماية الشعبية التي ساهمت بقوة في بناء قوات سوريا الديمقراطية من ثوار ينتمون إلى جميع مكونات الشعب السوري عام 2015. ومن ثم أصبح الجنرال القائد العام لهذه القوات الوطنية، والتي أثبتت جدارتها بانتصاراتها في مختلف الجبهات العسكرية لتطهير الأرض السورية من الغزاة المحتلين وكذلك من الجماعات الإرهابية المتطرفة. هي تميز القائد جنرال مظلوم كوباني بصفات الريادة الناجحة، فهو بالرغم من تكالب المصالح الدولية في العديد من الجوانب مع بعضها بأنه دبلوماسي في صولات وجولات المباحثات مع التحالف الدولي التي تمت بشأن حماية رجافة من هجمات القوى الإرهابية والغزوات التركية وكيف التعامل مع الملف الداخلي السوري، وقد أشاد بحنكته العديد من الساسة والقادة العسكريين في العالم، وقد جاءته دعوات لزيارة دول أجنبية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لكنه لم يلبيها في الوقت الحالي، قائلا: أعتذر بتلك الدعوات ولكنني سأقوم بها بعد استقرار الأوضاع، كما أن لي شجاعتي الخالصة في سبيل تحرير رجافة خاصة وسوريا عامة وفق سلوك سليم بعيدا عن العنف والتطرف. منحته المؤسسة العسكرية الكندية وسام أكثر مقاتل نظيف لعام 2019، ذلك ما أغضب الاحتلال التركي وتهديد أردوغان الغي المباشر بقيامه. وبذلك أثبت نفسه واستقر في القلوب لدى الجميع، وأصبح مع رفاقه الثوار أمل الجميع، وما علينا سوى أن نتمنى لهم أن يتكلل دائما نضالهم بالنصر والظفر بالحرية وطرد الغزاة من ديارنا وبناء سوريا ديمقراطية تعددية تصان فيها أمن وحقوق وكرامة الإنسان من مختلف المكونات.